السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد ناصر أبو يوسف وهي قناتي مذكرات ممرضة، نتكلم فيها عن التمريض وعن الهجرة. فإذا عجبك العنوان خليك معنا للآخر، لأنه اليوم راح نتكلم عن أسئلة عدد من المتابعين وصلتني حول الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للممرضين بالذات. السؤال الأول بيقول: هل هناك فرق بين التوجيه العلمي أو التمريضي بين قوسين التعليم الصحي في امتحان الإنكليكس؟ الجواب لا. فسواء أنت دارس التمريض في الجامعة بعد توجيه علمي أو بعد توجيه علمي بعد ثانوية عامة فرع علمي أو فرع تعليم صحي، ما بتفرق معهم. يمكن يحتاجوا شهادة الثانوية، ويمكن يحتاجوا أيضا شهادة الصف العاشر أو الأحادي عشر في أشياء ثانية مثل السي في وأشياء زي هيك، لكن الإنكليكس أو مركز الامتحان نفسه ما راح يطلب منك إشي زي هيك. السؤال الثاني بيقول: هل معدل الجامعة بفرق بالهجرة؟ بالهجرة نفسها ما بفرق، يعني لما تقدم سواء قدمت امتحان رخصة مزاولة المهنة نفسه أو قدمت للهجرة نفسها، السفارة ما راح تقول لك ليش أنت جاب مقبول أو ضعيف بالجامعة. لكن لو انت رحت هناك واشتغلت وربنا وفقك وشفت الناس غيرك اللي معاه ماستر او دكتوراه باخذ راتب اعلى منك، راح يصير نفسك تكمل. فانت كيف بدك تدخل جامعه تكمل ماستر او دكتوراه وانت جايب ضعيف او مقبول؟ انا ليش بحكي لك هاي المعلومه بالذات؟ لانه في ناس بيسالوا هذا السؤال وهم لسه بدرسوا بالجامعه اصلا، لا تخرجوا ولا اشتغلوا ولا صار معهم خبره، وهم الطلاب سنه ثانيه او ثالثه لسه بيحلموا بالهجره، حقهم طبعا. فاذا انت لسه بالجامعه وما تخرجت ومعك وقت ومعدلك سيء، معك وقت تعدله لأنك تعرف شو بصير معك. السؤال اللي بعده: هل بتفرق أني أنا كنت دبلوم وجسرت كملت بكالوريوس؟ سؤال جميل جدا بالمناسبة، طبعا بتفرق، لكن يجب أنك تقدم شهادة الدبلوم الشامل وكشف علامات الكلية مع الأوراق تبعك عشان يصير لها credential evaluation زيها زي شهادة الجامعة. السؤال التالي جميل جدا: هل هناك امتحان لحملة الدبلوم الممرض المشارك؟ طبعا لهم امتحان خاص فيهم اسمه انكليكس بي ان وليس ار ان زي اللي بنقدمه، لكن لما انت تقدم امتحان الانكليكس براكتيكال نيرس وتطلع لامريكا وتشتغل وتلاقي حالك تاخذ 20 و22 و25 دولار على الساعة وغيرك باخذ 40 و60 و70 و80 و90، راح يصير نفسك انك تجسر. الدراسة هناك مكلفة جدا جدا، فانا بنصح الكل كمل بكالوريوس في بلدك وقدم انكليكس ار ان واطلع ممرض قانوني من اولها، بتفرق معك كثير. السؤال بعده بقولوا انه الشهادة الاردنية غير معتمدة. هي مش غير معتمدة زي ما انت متخيل، يعني مش راح يرفضوك بس لانك انت خريج الاردن. الشهادة مش معتمدة، نعم، عشان هيك بنعمل المعادلة، لكن مش معنى ذلك انه راح تعيد الاربع سنين قبل ما تروح تستلم شغلك. فهمت الفكرة؟ سؤال: هل يمكن أن يتم رفضي بالمقابلة؟ أنا قلت لك إنه المقابلة غالباً راح تكون شكلية، إلا إذا أنت في إشي غلط بالمعاملة تبعك أو أنت قلت إشي غلط ما عجبهم. في أسباب قبل المقابلة اللي هي الأسباب اللي أنت لا علاقة لك بها، مثل السفارة طلبت أوراق معينة من شركة الهجرة والشركة ما بعتت لهم إياها. ممكن يطلب مثلاً شهادة ميلاد من بلد المولد، لنفرض أنك أنت أردني لكن مواليد الكويت مثلاً، راح أقول لك جيب لي شهادة ميلاد مكتوب عليها دائرة أحوال مدني مدينة الكويت، ما بدي شهادة مكتوب عليها أحوال مدني عمان. ممكن يقول لك شهادة الجامعة بالإنجليزي أعطتني إياها، بدي شهادة الجامعة بالعربي. هاي الطلبات منطقية على فكرة. ممكن يطلب طلب مش منطقي، مثلا ممكن يحكم مع شركة التوظيف يقول لها انت بدك تشغله لمدة سنتين وموقع معه عقد لمدة سنتين، اعطيني ورقة تثبت انك حاطط راتب لمدة سنتين على جنب مش مستعد تصرفه الى ان هذا الزلمة ياخذ الاوكي ويصل امريكا ويشتغل معك. طبعا الشركة ما بتقدر تحط 100 او 150 او 200 الف دولار على جنب، ففي هاي الحالة راح يرفض طلبك بسبب طلب غير منطقي من ضابط الهجرة. في أسباب في المقابلة نفسها وانت إلك علاقة فيها، وقتها انت المسؤول عن رفضك في المقابلة. مثلا ممكن يسألك متى ناوي ترجع على بلدك، فانت تيجي تقول له بدي اقعد في أمريكا سنتين وبعدين أرجع. طب ما هو انت مقدم هجرة، يعني انت ناوي تظل هناك على طول، انت مش مقدم سياحة 3 أشهر وترجع. أو راح أقول لك إمتى ممكن ترجع على بلدك؟ والله مجرد ما صار معي 20 ألف دولار أو مجرد ما صار معي حق بيت وسيارة بدي أرجع. حبيبي أنت مش طالع إعارة على سلطنة عمان، هاي أمريكا اللي بدخلها بضل فيها على طول، إحنا بدنا ناس تظل عنا، فوقتها بكون الحق عليك. لكن بالوضع الطبيعي صعب جدا إنك تنرفض، بشرط إنك تكون عارف شو الأسئلة اللي راح يحكوها، شو الإجابة النموذجية، والأمور سهلة جدا.
سؤال: ما هي الجنسيات المسموح لها بالتقديم لأمريكا؟ شوف أنت لو دخلت على موقع وزارة الخارجية أو دائرة الهجرة راح تلاقي أسماء الدول المسموح لها وأسماء الدول الممنوعة من التقديم، لكن بشكل عام كل الدول العربية تقريبا مسموح لها إنها تقدم على هجرة لأمريكا. أنا بحكي عن الإميجريشن الممرضين بس، مش عن أي نوع فيزا ثاني. أمريكا فيها 176 نوع فيزا، لكن بهمنا E31 اللي هي هجرة السكيلد وركرز أو الممرضين. هاي كل الدول العربية مسموح لهم يقدموا عليها. في دول زي الصين، روسيا مثلا ممنوع يقدموا على هجرة العمل، لكن مسموح لهم بالقرعة وبأشياء ثانية مش راح نحكي فيها هسه. سؤال: لو معي جنسية أمريكية ما هي الإجراءات؟ راح تكون نفس الإجراءات اللي بقدمها أي شخص، لكن لما تقدم الامتحان تقدم للرخصة مش راح تقدم معهم طلب للهجرة من أول يوم، لأنه أنت أمريكي بدك تهاجر لبلدك يعني مستحيل. رقم 2، اللغة مش شرط لأنك أمريكي بتحكي إنجليزي أصلا. رقم 3، مش راح تحتاج معادلة الدراسة أو معادلة الشهادة الجامعية إلا بحالة واحدة، أنه أنت درست خارج أمريكا. أنا بعرف شباب أصله أردني مع جنسية أمريكية قال لك ليش أروح على أمريكا أدفع لي 100,000 ولا 300,000 ولا أبصر قديش على دراستي للتمريض في أمريكا، بنزل على عمان الأربع سنين بكلفون 2000 دينار. فهو خريج الجامعة الأردنية لكنه جنسية أمريكية وفي الأخير اشتغل في أمريكا، هذا بطلبه منه معادلة. لكن لو أمريكي وأبوك أمريكي وجدك أمريكي وعمرك ما طلعت من أمريكا ومتخرج من جامعة أمريكية ما راح تعمل معادلة شهادة. سؤال جميل، شكرا لك. سؤال: هل يمكن أن نعمل قبل النجاح بالإنكليكس؟ لا طبعا، ولا حتى لو كنت مواطن أمريكي. الإنكليكس امتحان رخصة مزاولة المهنة، بس تنجح فيه بعطوك رخصة لمزاولة المهنة في ولاية معينة، وبتقدر فيما بعد تنقل الرخصة أو تعمل اندورسمنت من ولاية لولاية ثانية. لكن لو أنت ما نجحت بالإنكليكس ما بتقدر تشتغل. في ناس بالفلبين مثلا بقدموا امتحان ثاني اسمه CGFNS، هذا هو امتحان ترخيص الممرضين اللي دارسين تمريض برا أمريكا، هيك معناه. هذا الامتحان إليجبل أو مسموح لك تقدم للهجرة عن طريقه، لكن ممنوع تشتغل عليه. يعني أول ما تصل أمريكا بدك تقدم إنكليكس بعدين تستلم شغلك. فهذا الامتحان لو عمرك ما سمعت فيه لا تدور عليه لأنه ما بنفعك بإشي. هل أستطيع أن أتقدم الامتحان الإنكليكس وأنا لسه طالب؟ لا طبعا، لأنه الشهادة الجامعية شرط للتقدم للامتحان. احنا قلنا في فيديو من الفيديوهات انه دراستك للامتحان بدها 3 شهور دراسة و3 شهور اليورد اللي هو الاسئلة المقترحة. فانت بتقدر تشتري الكتاب قبل تخرجك بشهر او شهرين، تبلش دراسة للامتحان على البدري، ومجرد ما تخرجت من الجامعة تقدم حجز موعد للامتحان. خلال 70 يوم راح يحددوا لك موعد للامتحان، بقول ضايل لك شهر وبتخلص اليورد اصلا. زميل بيسأل: متى استطيع تقديم الامتحان؟ شفت الورق الموجود في خطوة رقم 2؟ مجرد ما قدمته بعدها ب3 اشهر تقدر تقدم الامتحان تقريبا. سؤال: هل الامتحان يختلف من ولاية لأخرى؟ أنا بدي أروح على ولاية ميشيغان. الامتحان كامتحان ما بيختلف، لا شروطه ولا تكاليفه ولا نوع الأسئلة فيه، لكن لما تأخذ الرخصة شروط الرخصة بتختلف من ولاية للثانية، كيفية تجديد الرخصة بيختلف من ولاية للثانية. في ولايات بتقول لك عشان تجدد الرخصة بدك تأخذ دورات 40 ساعة، في ولايات بتقول لك 50، في ولايات بتقول لك 60، والتكاليف في إشي أرخص من إشي، في إشي أغلى من إشي، لكن الامتحان كامتحان هو هو لكل أمريكا. سؤال: قدمت امتحان اللغة ومقابلتي بعد 2 سنين، هل سأضطر لإعادة الامتحان قبل المقابلة؟ أنا فاهم هذا السؤال شو بده، هو قصده هل الامتحان لازم يكون valid أو لسه ما انتهتش مدته في لحظة أو في يوم المقابلة؟ مش شرط أنه يكون امتحان اللغة valid يوم المقابلة تبعك. التسلسل بيجي كالتالي: أنت بتأخذ الامتحان معك 2 سنين حتى تنتهي مدته، لازم قبل ما يخلصوا 2 سنين تكون طلعت الفيزا سكرين. الفيزا سكرين إلها 5 سنوات بعدها بتنتهي مدتها، لازم تكون عرفت متى موعد مقابلتك قبل ما يخلصوا ال5 سنوات. فأنت لما تروح على المقابلة لازم الفيزا سكرين تكون valid مش امتحان اللغة. سؤال مهم جدا جدا وبيسألوه كثير ناس ونسألته أكثر من 500 مرة: ليش في ناس نجحت في إنكليكس ولحد الآن ما سافرت؟ وفي ناس سألوني: أنت معاك إنكليكس، أنا مقدم إنكليكس يوم 3/12/2018 يعني 6 سنوات، ليش معك إنكليكس من 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 ولحد الآن ما سافرت؟ الجواب باختصار: كل واحد له ظروفه. أنا بحكي لك عن نفسي مثلا، أنا قدمت الامتحان 3/12/2018، بعديها قعدت بس سنة أدور لما أخذت فكرة عن امتحان الآيلتس. أيامها كان معتمد لأمريكا بس آيلتس وتوفل،
وكنت ماخذ فكرة أنه التوفيل أصعب. فقعدت سنة وأنا أجمع في أسئلة سنوات سابقة وأسئلة مقترحة وكتب ومصادر ومراجع وأشياء، وعرفت شو هو الآيلتس. بعدها قعدت 6 أشهر أحوش رسوم امتحان الآيلتس، كان أظن 140 أو 160 دينار أيامها. قدمت أول مرة ما جبت العلامة اللي بدي إياها، حلو؟ قعدت 6 أشهر أحوش في رسوم الامتحان مرة ثانية، عدت المرة الثانية ما جبت العلامة اللي بدي إياها. بعديها قعدت يمكن 6 أشهر أحوش، قدمت الامتحان المرة الثالثة. بعديها انشغلت بالتقديم لقطر. بعد ما وصلت لقطر أول 3 أشهر انشغلت بالأورينتيشن واللغة، وقدم على الرخصة وامتحان البروميتريك والرخصة المزاولة المهنة القطرية وأشياء كثير. بعديها قلت خلينا أجرب مرة أقدم امتحان الآيلتس في قطر، قدمت أول مرة برضو ما مشي الحال. بعديها قلت يا عم أنا صرت دافع حق الامتحان 5-6 مرات، خليني أخذ دورة preparation for IELTS وريح راسي. أخذت الدورة، أول مرة كان ضايل لي شعره وبجيب العلامة اللي بدي إياها، قلت بعد أسبوع بدي أقدم مرة ثانية قبل ما تطير المعلومات من راسي. ثاني مرة جبت العلامة اللي بدي إياها ومش الحال. فالآيلتس لحاله أخذ منه 4 سنين، هاي نقطة. النقطة الثانية، في ناس يعني لا تفكر إنه كل الناس قاعد في بلده وفاضي أشغال وقطاف ورد شمام هوا وبس بستنى تجي المقابلة أو الفيزا وبده يطير. لا، في ناس مثلا اللي شغالين في الخليج معظمهم عقدهم 2 أو 3، في ناس بقول لك أنا بدي استنى لما عقدي ينتهي، يعني ضايله مثلا 2 شهر وبنتهي. لو أنا تركت المستشفى أو تركت البلد قبل عقدي ما ينتهي بيوم واحد، بروح علي مكافأة نهاية خدمة، بروح علي مكافآت، بروح علي شغلة إنه أخذ إجازات فلوس، بروح علي كثير شغلات. فأنا عشان أسافر بدري 1 أو 2 أخسر 12-14 ألف دولار مكافآت، حرام. خليني لما يخلصوا 3 سنين وبعدين بسافر. عشان هيك في ناس بتقدم إنكليكس بعدين بقول لك وقف كمان 1 أو 2 بقدم الآيلتس، تمشيش في المعاملة. معاملة الهجرة بتقدر تأخرها ما بتقدر تسرعها، هاي الميزة فيها. في ناس بستنى إنه يأخذ خبرة كرئيس قسم أو كإنفكشن كنترول أو أي شيء بعيد عن البيت سايد كواليتي مثلاً أشورنس، بده يأخذ خبرة مثلاً كرئيس قسم جي سي آي أو كرئيس قسم الإديوكيشن التعليم المستمر، عشان لما يصل هناك راح يقولوا له خذ لك خبرة سنة وبعدها نحطك وين ما بدك بناء على خبرتك السابقة. في ناس بقول لك أنا لسه امبارح أخذت الماجستير وصرت في بوزيشن كويس حسب الماجستير، فبدي اخذ 2-3 خبرة على الماجستير و2-3 خبرة كرئيس قسم وبعدين اهاجر، وبالتالي بوصل هناك بتحمل لي 6 أشهر سنة. لما يصير معي خبرة سنة جوا امريكا بسوي اللي بدي اياه، بجوز انضرب راتبي في 1.25 أو 1.5 أو 2. في ناس بقول لك انا هسه خاطب، لما اتجوز بقدم المعاملة مرة واحدة بدل ما اقدم لحالي هسه وبعدين اقدم طلب انه ضيفوا اسم زوجتي على المعاملة، لا شو بدي بهالشغلة. في ناس بكون عليه دين بقول لك بسدد كل ديوني وبطلع وانا نظيف. فكل واحد له ظروفه. مش معنى انك بتعرف 1 أو 2 قدموا للهجرة ونجح بالانكليكس ومع ذلك صار له 1 أو 2 أو 3، هذا لا يعني انه الشركة اللي بدها تطلع على امريكا نصابة. في معظم الحالات بكون الممرض هو قال لهم استنوا. انا بعرف بنت كان معها ماجستير مثلا وكانت خاطبة، قدمت الانكليكس بعدين قالت للسفارة تعملوش اشي، تقدموش ولا ورقة، تعطوليش موعد، أنا بدي 2 أتجوز وأكمل دكتوراه وبعدين بمشي بالمعاملة، هسا مش فاضي لهجرة وسفر وكلام فارغ. كل واحد له ظروف. شكرا على السؤال. إحدى الأخوات بتقول أنا بشتغل بالتدريس الجامعي، كيف أعبي السيفي اللي بدي أبعتها لشركة التوظيف؟ فهمت عليك، هي قصدها أنه مش لازم نكتب أنه الخبرة بيتسايد. طبعا السيفي اللي بدك تكتبها لازم تكتب أنه آخر 2-3 كنت بشتغل بيتسايد. فانت لو كنت بتشتغلي بالتدريس الجامعي، الانسان اللي بيشتغل في الجامعه ممكن يكون مدرس ليكتشرر في جوا الجامعه نظري، ممكن يكون انستراكتور عملي مع طلاب العملي. فكل بساطه اكتبي اخر 2 أو 3 انا كنت بيدسايد كلينيكال انستراكتور، لا تكتبي انا فاكولتي ممبر. فاكولتي ممبر معناته الدكتور بيدرس في الجامعه مدرس، لكن بيدسايد كلينيكال انستراكتور معناته انت كل يوم بتشوفي مرضى، كل يوم بتشتغلي مع مرضى ولو كمشرف على طلاب، بس اسمك كل يوم بتكوني موجوده بالمستشفى. سؤال مهم جدا، انا اعمل في مركز صحي، هل هذا يعتبر بيدسايد بالنسبه للسيفي قصدك؟ هو يعتبر بس بتحتاج تغيير بسيط على السيفي. في النقطه هاي بالذات لازم تستشير شركه التوظيف اللي انت مقدم عن طريقها، راح يعلموك شو تعمل وشو الكلمه اللي تعدلها عشان تزبط معك. احد الزملاء بيقول لي انا عسكري، بالنسبه للعسكريين كيف نقدم؟
هل لما أوصل للمقابلة لازم أكون تقاعدت أو ترمجت أو طلبت استقالة، وكيف ممكن أجهز حسن سيرة وسلوك. فهمت عليك. في الأردن الممرض العسكري بيشتغل في مستشفى عسكري لازم يكون جوازه مدني عند المقابلة، يعني قبل ما تقابل بدك تكون خلصت خدمتك واخذت التقاعد أو قدمت استقالتك وجبت الترويج. لكن زي ما قلت لك أنت بتقدر تبطئ طلب الهجرة، ما بتقدر تسرعه. فإذا أنت مثلا ضايل لك 5 أو 6 أو 7 أو 10 سنوات للتقاعد، انسى الموضوع ولا تقدم لأمريكا أصلا حاليا. لكن لو ضايل لك سنة، سنة ونص، سنتين وبتتقاعد، بلش في البروسس من هسه، وقبل ما يجيك موعد المقابلة ب6 أشهر أو 8 أشهر أو سنة راح يكون إيش؟ خلصت خدمتك وصرت متقاعد وصار جواز سفرك مدني وبتقدر تأخذ حسن سير سلوك وتمشي بالإجراءات عادي جدا. اللي عنده أي سؤال يكتب لي تحت بالتعليقات، نعمل جزء ثاني وثالث ورابع من هذا الفيديو، ما في مشكلة. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، تأكد إنه أول الكل عشان كل ما ينزل فيديو يوصلك إشعار إنه محمد ناصر نزل فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.